هل يجوز للأرملة وهي في العدة السفر لابنها في السعودية في رمضان؟ أختار قول العلماء القائلين بجواز خروج المرأة من بيتها في عدة الوفاة من وفاة الزوج، وهذا رأي أم المؤمنين عائشة ورأي ابن عباس ورأي علي ورأي جابر. من ابن عمر ويروى عن أبي عمر من طريق سعيد بن المسيب وهو منقطع، ويروى عن عثمان ويروى عن جابر بن عبد الله. المنع والله أعلم.